السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ومعاكم هيام صقر وفيديو جديد من عين السخنة. دلوقتي احنا في بورت ساوث بيتش، هنطلع بقى من هنا، اهم حاجة الاسورة دي عشان تطلعوا تدخلوا. إيه، هنطلع من هنا رايحين على بورت السخنة، هعمل لكم بقى فيديو جامد جدا جدا، خليكم لنهاية الفيديو، في مفاجآت جامدة قوي 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 وحاجات جميلة جدا. انا هوريكم طريق احنا ماشيين، والفيديو بقى خليكم معايا كده خطوه بخطوه، مش هقول لكم احنا رايحين فين ولا هعمل ايه، خليكم معايا لنهايه الفيديو. بس ما تنسوش بقى اللايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك عشان اعمل لكم مفاجآت جامده قوي 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 قوي. خليكم معايا. ودلوقتي طلعنا من بورت ساوث بيتش وطالعين على بورتو السخنه، ويلا بينا بقى، مش هقول رايحه فين، يلا بينا نشوف. هقفل دلوقتي واكمل معاكم الفيديو اول ما اوصل ان شاء الله على بورتو السخنه. وبكده طريقنا كده لبورتو السخنة. طبعا الجبال شكلها رائع، حبيت اصور لكم كده حاجات بسيطة كده منه. الطريق حلو قوي بجد، المشي فيه لوحده متعة تانية خالص. شكل الجبال والمناظر الطبيعية روعة، جميل جدا. على فكرة خليكم لنهاية الفيديو، هتشوفوا حاجات بجد بجد اول مرة تشوفوها، فخليكم معايا بقى عشان انا رايحة النهاردة رحلة يعني قمة في التشويق والمتعة وروقان البال والاعصاب. خليكم معايا بقى، هتشوفوا حاجات بجد حلوة قوي. اللايك بقى للفيديو، ولسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان هتشوفوا حاجات جميله جدا جدا. ويلا بينا بقى نكمل الطريق، احنا كده قربنا وكده خلاص داخلين بقى على بورتو السخنه. هنا الاهرامات اهي، حفره ومنقره كلها شاليهات. هنا دي الشاليهات كلها الاهرامات بورتو السخنه، والجسر ده كده اللي بيتمشى منه علشان يتراح للشاطئ هنا في البحر. وهنا بقى في اليخت والغواصات، اللي يحب يسكن في الاهرامات هنا او يجي هنا في العين السخنة في بورتو السخنة ياخد في منقرع اللي هو دوت الهرم ده، عشان ده اقرب حاجة للبحر زي ما انتم شايفين كده. لكن خوفو خفرع بعيد، بس خوفو بقى اللي فيه التلفريك قريب منه ده كده الشاطئ هنا. ودلوقتي كده دخلنا هنا الشاطئ عند اليخوت والغواصات. خليكم معايا بقى، الفيديو ده مشوق جدا وهيعجبكم قوي، خليكم معايا للنهايه وشوفوا احداث الفيديو. وهنا كده المرسى، كل حاجه بتركن فيه بتبقى اليخت الغواصه، ده شكل الغواصه كده، هي لسه واصله بس هتنزل الركاب اللي فيها ينزلوا منها، وهنروح لها بقى نلف لها علشان نركب. ده شكل الغواصه كده من قدام، وهصور لكم بقى كل المنظر من فوقيها وهي ماشيه في البحر، وهصور لكم من تحت قاع البحر، هتشوفوا حاجات جميله جدا 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 بجد. انا اول ما شفتها يعني وشرح لي البروجرام بتاعها عجبتني جدا، فحبيت ان انتوا تكونوا معايا صوت وصوره، يعني هوري لكم كل حاجه بالتفصيل. انا كده رايحه اهو على الغواصه، على المدخل بتاعها، بوريكم كل المرسى بالتفصيل. شايفين شكل اليخت ده حلو جدا. هنا بقى عايزين يخت، عايزين غواصة، تطلعوا بقى في وسط البحر، كل حاجة موجودة. يعني بجد المتعة بقى في الفسحة في وسط البحر. ويلا بينا بقى نروح على الغواصة. وبكده بقى لفينا ورايحة بقى كده على الغواصة، هي واقفة هناك. وده كده شكل الغواصة، هننزل نركب بقى مع بعض ونجرب مع بعض. كده بقى أول ما بنركب شكل المية. ده كده شكل الغواصة، ودي كده الكابينة اللي بيسوق منها الغواصة. هكلم دلوقتي الكابتن بقى والقبطان ونشوف البروجرام بتاع الرحلة ايه، وهيودونا فين، وايه النظام بالظبط، عشان انا اول مرة اركب مع بعض. هيقول لنا ايه؟ نشوف. بمشي ربع ساعة كده. ايوه. مكان اسمه جبل الساقة، المكان ده كله شعب واسماك وبالدولفين. بنقعد ساعة تحت المية بنغرم ازاز شمال ويمين، بنشوف الشعاب والاسماك والدولفين برضك، وبنطلع تاني في ربع ساعة. مدة الرحلة ساعة ونص من أول بداية التحرك، من الساعة 1 للساعة 3 للساعة 4 ونص.
وعندي رحله بتبدا من الساعه 1 للساعه 2:30 كل يوم على حسب الشغل بطلع رحله او 2 او 3 تمام. وعندي رحله بتبدا من الساعه 4 للساعه مثلا 4:30 هكذا يعني كل ساعه ونص رحله. طب ايه نظام الرحله بروجرام الرحله بالظبط يعني الناس بتشوف ايه يعني بروجرام الرحله لك اول حاجه مشروط الرحله ويلكم درينك لك ميه معدنيه طول الرحله تمام هناخد سترينج ربع ساعه كده للتصوير شوف الفيو بتاع البحر تصوير وعندنا عاوز ننزل تحت في اوبتين ومن تحت طبعا في مناظر في القاعه بننزل غواص طبعا بيعمل لكم شو عشان لما معاكم اطفال حاجه بيفرح كتير بالسمك طبعا ايوه في سمك زبره كتير وفي البغبغان وفي البتل فلاي ممكن تلاقي النيمو طبعا على حسب انواع المكان اللي احنا قاعدين فيه تمام اه يعني رحله ممتعه ها ان شاء الله باذن الله خير ان شاء الله باذن الله طبعاً. شكرا جدا ليك تسلم وكده بقى احنا داخلين جوه على البحر عشان ننزل للغواصه من تحت واوريكم البانوراما من تحت شكلها عامل ازاي تحت بانوراما كامله كلها ازاز بنشوف منها قاع البحر كله كامل شعاب مرجانيه كل حاجه يلا بينا بقى خطوه بخطوه وبكده بقى بتاعت الغواصه تتحرك بينا هنشوف دلوقتي المنظر ازاي ويلا بينا بصور لكم بقى من اول الغواصه شايفين منظر البحر بقى وهي ماشيه روعه الفيديو ده لاول مره هتشوفوه مش هتلاقوا حد مصوره تاني وممكن يكون حد مصوره بس انا بصوره بطريقتي انا قولوا رايكم ايه في الكومنتات بصراحه رحله جميله جدا والبحر احلى زي ما انتم شايفين كده السخنه كلها باينه من هنا والبحر بقى روعه النهارده بقى الفيديو مشوق جدا ورحله جميله جدا تعالوا بقى معايا عشان نشوف تحت ايه الاجواء تحت وشكل الغواصه من تحت كلها بالتفصيل ايه ونشوف اشكال الاسماك والدولفين الفيديو عجبني جدا النهارده خليكم متابعين لنهايه الفيديو عشان هتلاقوا مفاجات كتير قوي 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 النهارده فيديو جامد من العين السخنه والغواصه في بورتو السخنه ويلا بينا بقى نشوف الغواصه من تحت شكلها ايه وتفاصيلها ايه اللي لسه ما شافهاش اول مره يشوفها لايك بقى للفيديو ولسه ما اشتركش في القناه سبسكرايب فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده ويلا بينا نشوف الغواصه من تحت شكلها ايه كده بقى هننزل وده كده شكل الغواصة من تحت بانوراما طبعا من الجنبين زي ما انتم شايفين كده الشبابيك الازاز دي بانوراما عشان تشوفوا قاع البحر كله شعب مرجانية كده احنا ماشيين بيها لغاية ما نوصل للشعب المرجانية والاسماك دلوقتي كده الغواصة من تحت زي ما انتم شايفين ده منظرها او منظر الاسماك بقى او اي حاجة تزيد بس مزرعش اي حاجة اوريكم ودي ده في غواصة حلوة وكده ده شكل الغواصة كده على السريع انا طبعا كتمت الصوت لان صوت الاطفال والاولاد عالي جدا فقلت بقى اسجل لكم شكل الغواصة عامل ازاي من جوه احنا بنقعد بقى تحت بتبقى مكيفة بالشكل ده قدام كل واحد فينا كده الشبابيك اللي هي الازاز دي بنشوف منها قاع البحر وبيتعامل كده الغواصين بيعملوا شغل الاطفال زي ما انتم شايفين يعني كده بينزل غواصين تبع الغواصة نفسها بينزل معاه اكل للسمك بينزل بقى السمك كده يجري وراه يعني هو بيبقى في ايده اكل بينزله كده للسمك السمك بقى بيفضل يجري وراه علشان الاطفال تتفرج عليه اكتر هو حلو جدا طبعا جو تاني خالص يعني جو الغواصة بجد بجد ممتع جو تاني والاطفال بينبسطوا فيها كتير قوي ان هما بيشوفوا قاع البحر الشعب المرجانية حاجات ممكن اول مرة تشوفوها حتى الكبار يعني انا اتبسطت فيها قوي قوي ان حاجات اول مرة الواحد فعلا يشوفها قاع البحر ده عالم تاني خالص شايفين شكله عامل ازاي هقرب لكم شوية عليه دي كلها كده الاسماك وبيوت الاسماك في بيوت غريبة جدا في اشكال اسماك غريبة برضو جدا بس مش باينة طبعا في التصوير لانها بعيدة شوية والشعب المرجانية والاحجار اللي في قاع البحر بجد يعني فعلا عالم تاني خالص انا كان معايا ابني برضو عبد الرحمن اتبسط قوي بالمنظر حاجات كتير يعني ممكن الاطفال بتشوفها في التلفزيون او في اي فيديو بس لما بتشوفوها بقى على الطبيعه حاجه تانية وكمان بقى الدولفين لما هتشوفوه دلوقتي خليكم متابعين لنهايه الفيديو هتشوفوا الدولفين بقى لما طالع فوق وشكله جميل قوي قوي والناس بتصفر له طبعا كلنا عارفين الدولفين صديق الانسان فما بيضرهوش هو حلو جدا كده ده قاع البحر معانا يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده يعني هو بجد الغواصه تجربه حلوه قوي ورحله ممتعه ومشوقه قوي قوي قوي
طبعا القعدة فوق بتبقى جميلة، وبناخد درينك وأغاني بقى، وجو ممتع، جو تاني خالص يعني، جو الغواصة يعني. من فوق حلو قوي، ومن تحت زي ما انتم شايفين قاع البحر برضو حلوة جدا. ده نوع غواصة غير الغواصات التانية، في غواصة تانية بتنزل بقى تحت قاع البحر خالص، لكن دي مختلفة عن الغواصة التانية. شايفين بقى شكل السمك عامل ازاي؟ ده كده بتقعدوا على الكراسي، كل واحد قدامه الشبابيك كده، الازاز بيبقى باين منها قاع البحر كله. ده الغواصة من تحت، يعني الجزء اللي تحت الغواصة. وده كده شكل قاع البحر كله والاسماك. اسماك طبعا انواع كتير جدا، اسماك غريبة، بس قاع البحر بقى هو اللي شكله تحفة جدا. يعني الشعب المرجانية كمان على الطبيعة، يمكن التصوير مش مبين قوي علشان الكاميرا، لكن على الطبيعة بجد بجد تحس ان انتوا في عالم تاني، شايفينه بجد وقدامكم قريب منكم قوي. انا بحاول اجيب لكم يعني تصوير لكل قاع البحر اقرب حاجة. شايفين شكله بصراحة روعة. اتفرجوا بقى واستمتعوا بالمنظر الجميل ده، منظر الغواصة. وزي ما قلت لكم الغواصة بتقعد ساعة ونص في البحر، بنقعد فوق كده ربع ساعة في الاول، بعدين بننزل تحت نتفرج بقى على القاع ونتفرج على كله لغاية ما نوصل لبيت الدولفين. وجنب بيت الدولفين بنطلع فوق، وهوريكم الشكل عند بيت الدولفين. كذا دولفين يعني، مش واحد بس، عامل ازاي وصورته لكم برضو. وهنا الغواصين شايفين بينزلوا بقى يأكلوا السمك، علشان السمك كله يتجمع عندنا يعني نتفرج عليه ونصوره. وبيعملوا شو حلو قوي قوي، يلعبوا الأطفال من بره، يعملهم باي باي كده. هوريكم برضو منظرهم عامل ازاي. وده كده شكل قاع البحر. اهو ده هنا كده غواص برضو. هنا بقى بينزل يعمل الاشكال دي للاطفال علشان يلم السمك كله حواليه، بيأكل السمك في ايده اكل. شايفين بقى السمك ازاي اتجمع عليه بسرعة. طبعا كتير بيكلموني يقولوا لي العين السخنه ما فيهاش فسحه، ما فيهاش اماكن حلوه. بالعكس، العين السخنه فيها اماكن كتير حلوه قوي قوي قوي، بس عايزه اللي يروح يكون عارف هو هيروح فين بس. فعشان كده انا بحاول ان ابين لكم كل حاجه فيها، علشان اللي يروح يبقى عارف المكان بالتفصيل، هيروح على اي منطقه، هيروح اي مكان، المكان فين بالظبط. يعني انا بحاول اوري لكم الفيديو من اول ما بطلع من الشاليه لغايه ما بروح المكان نفسه، علشان يكون سهل بالنسبه لكم. واتمنى تكونوا استفدتوا. هنا الغواصة موجودة في بورتو السخنة قدام الأهرامات على طول قدام منقرع. وده كده شكل الغواصة من تحت المية، والغطاسين طبعا بينزلوا كده يأكلوا السمك. شايفين أشكال الأسماك. أنا بحاول أصور لكم على قد ما أقدر علشان تبقوا يعني شايفين كل حاجة بالظبط. شايفين بيوت الأسماك بقى عاملة ازاي؟ يعني بجد سبحان الله، عن ان كل ده موجود تحت قاع البحر، عالم تاني خالص، اشكال تانية خالص، سبحان الله بجد. شايفين بقى الاسماك حلوة قوي قوي قوي. وكانت رحلة فعلا ممتعة ومشوقة، وانبسطنا فيها كتير جدا. شايفين الناس كلها، كل الناس اتجمعت على الغطاسين كده قاعدة تصور الاشكال، بجد منظر حلو قوي. اللي بيتبسط في الغواصه دي اكتر الاطفال، ان هما بيشوفوا عالم تاني خالص، بيحس ان هما فعلا في قاع البحر. وكده بقى خلصنا الجوله بتاعتنا تحت، هنطلع بقى من الغواصه. ده كده الشكل بتاعها، حبيت اوريها لكم من تحت عامله ازاي. ده قاع الغواصه بيبقى مكيف. هنطلع فوق بقى على سطح الغواصه، يلا بينا بقى على فوق. دي كده السلالم بتاعتها. هطلع فوق بقى عشان نشوف الدولفين. هما كده بينادوني بيقولوا الدولفين ظهر، تعالي صوريه. وده كده شكل الدولفين. هنبتدي بقى نروح له، لان هنا مكان بيت الدولفين. هما مجموعه شكلهم عيله او اسره، لان كذا واحد مش واحد بس. شايفين ما شاء الله شكلهم يعني ماشيين بطريقة منظمة قوي. هقرب لكم منها شوية علشان تشوفوها.
هي كده الغواصة رايحة لغاية عندهم. بس بصراحة كله انبسط جدا بالمنظر. انا اول مرة في حياتي اشوف دولفين على فكرة. شايفين شكله عامل ازاي؟ سبحان الله. احنا رحنا بقى لغاية عندهم هناك. حلو قوي قوي المنظر بتاعهم، حتى صوتهم يعني الدولفين بيطلع فوق كده ويعمل صوت، صوته حلو جدا، والمية شايفين صافية يعني مبينهم حتى من تحت كده. قربت لكم عليهم، هم مستمتعين جدا بالمية. وده كده شكل الدولفين بقى وهو تحت خالص في المية. شكلهم حلو قوي وهما بيعوموا تحت المية كده. المية نفسها لونها مغري، لونها حلو قوي. وده كده عبد الرحمن طلع فوق في الغواصة من فوق خالص، في سلم هنا بتطلع فيه للتصوير. حلو جدا بصراحة، كان يوم رائع يعني وجميل جدا ومشوق يعني، وقضيت فيه يعني حاجة جديدة بجد، كان أول مرة أركب غواصة. أو طبعا الرحلة النهاردة ممتعة جدا والأجواء جميلة جدا، انبسطنا أوي أوي فيه، مش قادرة أقول لكم يعني جو البحر والغواصة حلو أوي، مكنتش متخيلة كده زي ما انتم شايفين كده. وكده الأجواء كلها فوق سطح الغواصة، شايفين بقى منظر البحر والجبال. وهنا بقى بعد ما خلصنا الغواصة من تحت وخلصنا فرجة على السمك والدولفين، بنستمتع بقى بمنظر البحر كده والغواصة ماشية بينا. هو حلو طبعا الغواصة انها فيها تحت وفيها فوق، فوق بقى الاستمتاع بسطح البحر والمناظر الطبيعية والجبال، شايفين كل السخنة منها، شايفين المنظر عامل ازاي، العين السخنة كلها باينة من وسط البحر، شكلها بصراحة تحفة. المية جميلة جدا بجد، جو يعني بجد جو يعني غير نفسية مليون ألف مرة، جو حلو جدا وهادي، بيساعد بقى على الاسترخاء وراحة البال والأعصاب. كان يوم جميل جدا في العين السخنة في الغواصة، وكانت تجربة حلوة قوي قوي. أنصحكم بكل اللي يروح العين السخنة إنه يجربها، واليخت كمان، بس أنا ملحقتش اليخت لأن اليخت كان بدري وليه أوقات معينة. إن شاء الله برضو هعمل لكم جولة على اليخت قريب وأنزلها لكم بإذن الله في فيديو، وانتظروا كل الفيديوهات الجديدة الجاية، هتلاقوا حاجات حلوة كتير جدا جدا. مروا مرة كده في القناة وهتلاقوا حاجات كتير قوي هتستفادوا منها في كل فيديوهاتي وقوائم التشغيل بتاعتي. ما تنسوش بقى اللايك للفيديو، واتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو بتاعي او عشتوا اجواء كده ما عشتوهاش قبل كده زي انا. وكده بقى راجعين على المرسى، كده ده المنظر بقى كله، العين السخنه، شايفين بقى الشاليهات كل المناطق السكنيه بتاعتها على البحر، طبعا شكلها روعه حلو جدا. لما لقيت المنظر كده حبيت اصوره لكم عشان تبقوا شايفينه. هنا في بورتو السخنه من مرسى اليخوت ومرسى الغواصه، طبعا المباني كلها دي اصلا كانت جبال وهم بانيين فيها. وده كده شكل المرسى، داخلين كده عشان كده خلاص الرحله انتهت بالغواصه، وهوريكم بقى الشكل كله عامل ازاي. بصراحه حلو قوي، كل اللي شايفين كذا يخت واقف. ومن هنا بورتو الاهرامات كلها باينه، هنا دي كلها عباره عن شاليهات الاهرامات في بورتو الاهرامات السخنه. بتاعنا كده النهارده وفي الغواصه شفنا الدولفين وشفنا الغواصه من تحت، اتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله، وما تنسوش تشتركوا في القناه وسبسكرايب ولايك للفيديو لو عجبكم، والى اللقاء في فيديو اخر مع هيام سقف. باي باي.